السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دير تيتشرز، أخبار حضراتكم إيه؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. أنا هوري حضراتكم دلوقتي إزاي نعمل الويكلي ريبورت على كلاسيرا. ده مطلوب من كل التيتشرز في كل المواد. إحنا دلوقتي هنقف على الجريد اللي إحنا عايزينه، مثلا هنا جريد 6، هندوس نكست. نكست هنروح على assessment. سكرول داون هنلاقي ويك 1 اسسمنت. طبعا كل ويك هنعديه، هنزل لكم الويك اللي بعده ان شاء الله، يعني ويك باي ويك كده هتلاقوا بقى في ويك 2 ويك 3 اند سو اون. طيب هنروح بقى على كلمه ايفالويت، هندوس عليها هيفتح لي ليست باسامي الاستودنت كلهم. طبعا انا هعمل ايفالويت للطلبه كلهم. هروح مثلا على سبيل المثال الاستودنت دي، هدوس على كلمه ايفالويت، هتطلع عندي بالمنظر ده. عندي هنا attendance، تحتها came prepared and so on، لحد اخر حاجة هنلاقيها quizzes. طيب انا دلوقتي مثلا attendance هختار، هي بتحضر مثلا على طول، اختار 100. تمام، عندي came prepared 90، completed all homework assignments، completed all homework assignments 100، بعدين follow directions مثلا هقول 85. طيب انا هنا عندي 80، اوكي هختار 80، وهنا جنب الكومنت انا اقدر اكتب كومنت جنب كل حاجه من الايتمز دي. فهنا هكتب ان البرسنتج 85%. تمام، طيب هنا البيهيفير هقول برضو مثلا 90 80 اي حاجه. طبعا احنا على سبيل المثال بس عشان اوري حضراتكم الكويزز، هنقول مثلا برضو 85، وهروح كاتب هنا ان هي الدرجة بتاعتها 85%. هنا الجنرال نوتس، ممكن احط اي نوت انا عايز اكتبها للستودنت ده في التيتشرز كومنت. هنا اكتب اي كومنت او اي حاجة، وبعدين هدوس سبميت. طبعا الايفاليوشن ده بيظهر في اكونت الستودنت. طيب انا هنا مثلا خلاص انا عملت الايفاليوشن بتاع البنت اللي اسمها سلمى، هلاقي جنبه تشيك مارك اهي. في هنا اديت ايفاليوشن، لو انا مثلا غلطت في درجه الكويز، غلطت في اي حاجه من الايفاليوشن، هو هقدر ان انا اعمل لها اديت من هنا. ديليت ايفاليوشن، لو انا مثلا عملت الايفاليوشن ده غلط خالص لطالب ما بيجيش اصلا وانا دخلت حطيت له درجات، هنا ممكن ان انا اعمل ديليت للايفاليوشن. طيب ريبورت هنا هندوس عليها، هيظهر لي الايتمز اللي موجوده كلها بالبرسنتج اللي انا اخترتها للستودنت في كل حاجه. وطبعا هنا الكومنت زي ما احنا قلنا، انا هنا مثلا عشان 85 فكتبت في الكومنت ظاهره جنبها تمام اسم الستودنت والفول مارك ستودنت مارك. ده طبعا بيطلع لي هنا الافريج بتاعه الستودنت في كل الحاجات دول. يعني انا عندي هنا 10 ايتمز، انا اخترت حاجات 100 وحاجات 90، هو بيحسب الافرج وبيطلع لي هنا في الويك ده هو كان الافرج بتاعه كام. اعتقد الموضوع سهل وبسيط ان شاء الله، ولو احتجتوا اي حاجه انا مع حضراتكم ان شاء الله مفيش مشكله. شكرا ليكم.